اللياقة البدنية بدليل الأهداف اللي بتسجل في آخر المباراة، وفي نفس الوقت شكل انت اخر نص ساعه بالنسبه للنادي الاهلي مختلفه تماما عن بقيه المباراه. طبعا الحمد لله الاول على الفوز، مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز. الفوز ده النهارده يعني في ريحه كده شخصيه البطل من وجهه نظري يعني. يعني الدليل مثلا نادي الزمالك قدام الجيش كان متقدم بهدفين، الجيش رجعوا عليهم. دي الفرقه اللي بيبقى عندها شخصيه، شخصيه البطل موجوده حاليا دلوقتي في النادي الاهلي. للامانه الفرقه تقلت بشكل كبير جدا ان انت تبقى متاخر بهدف وترجع هدفين. لا، الفوز النهارده في ريحه شخصيه البطل. كمان الفوز النهارده ده الفوز الثامن على التوالي، يعني فوز بيصدر كمان الرعب سواء للزمالك. بيراميدز خلاص طار من المسابقه لان انت بقيت في المركز الثاني والفارق ما بينك وبينهم 3 نقط ولسه في ماتشين مؤجلين للاهلي، فبيراميدز بعد تماما عن السباق. فالمسابقه دلوقتي ما بين الاهلي والزمالك والفرق اصبح 4 نقاط بس، وفي لسه مواجهتين ما بين الزمالك والاهلي، وبالتالي المنافسه يعني خلاص النادي الاهلي اصبح بيصدر او بيصدر الرعب لنادي الزمالك ونادي بيراميدز. زي ما حضرتك بتقول، يمكن ملحوظه مهمه جدا ان في اخر 4 ماتشات للنادي الاهلي في الدوري النادي الاهلي حسمهم في الشوط الثاني. النهارده مثلا الاهداف جايه في الدقيقه 79 والدقيقه 87، ماتش الداخليه كان في الدقيقه 90، ماتش الانتاج كان في الشوط الثاني في الدقيقه 49، ماتش الحرس كان في الدقيقه 49. فواضح كده ان كان دايما يقولوا الجانب البدني عند النادي الاهلي لا، في تحسن ملحوظ من الراجل لاسارتي والمساعدين بتوعه ومدرب الاحمال البدنيه. واضح ان في تحسن في الجانب البدني للنادي الاهلي. من وجهه نظري النهارده رجل المباراه من وجهه نظري هو مروان محسن. مروان محسن للامانه من اول نزول، يمكن هو نزل في الدقيقه 74، محطه قويه جدا جدا جدا، بيفوز بكل الالتحامات. مش اي مهاجم بينزل يعني. انت الراجل اللي صارت كان فكره ايه في الاخر على ربع ساعه؟ ان انا بعلق الكره قدام، مروان بيكسب الالتحام، بيحضر للي جاي. لو جبنا الهدفين هنلاقي دور مروان محسن. مروان محسن على فكره النهارده ده الاسيست الثالث ليه في الدوري. يمكن ناس بتقعد تلومه او ان هو مش سريع مش مهاري، لا، مروان مهاجم صندوق بيعرف يتحرك على القريبه بشكل مميز جدا. ده الهدف الاول اهو، جاي فايز بالالتحام الهوائي، ادي مروان. طبعا غير شخصيه كريم نيدفيد اللاعب اللي عمل ريمونتادا رهيبه وبيسدد، وده برده بياكد تطور كريم نيدفيد. كريم نيدفيد مع لاسارتي جايب 4 اهداف، فده رقم عالي جدا في 11 ماتش. لعيب خط وسط جايب 4 اهداف، بقى من هدافين الاهلي مع لاسارتي. مروان محسن زي ما احنا شفنا ده دوره في الهدف الاول، وليه دور في الهدف الثاني لما ايمن اشرف لعب العرضيه استلم وهو اللي وقفها مزبوط. وعمل اسيست الهدف. يعني الارقام بتاعت مروان، فايز بالالتحامات، بص حضرتك في الجون الثاني فايز ب7 التحامات هوائيه في كام دقيقه لعبها؟ في 16 دقيقه لعبها. مروان لعب 16 دقيقه بس، فاز ب7 التحامات، صنع فرصتين واسيست. ادي الجون. هو مروان دوره للامانه من وجهه نظر الشخصيه يستحق لقب رجل المباراه. في 16 دقيقه نزل قلب الماتش، مع طبعا مع كريم نيدفيد مع جرالدو. شخصيه زي ما قلنا كريم نيدفيد واستمرار تالقه في الفتره الاخيره واحرازه الهدف الرابع. ناصر ماهر النهارده بالهدف ده اول هدف ليه في الدوري مع النادي الاهلي، ولكن الواضح ان ناصر ماهر بقى بيتطور في حته المحاولات على المرمى، بيروح على الجون كتير. النهارده عامل 5 محاولات. ناصر ماهر النهارده بيسجل اول اهدافه مع النادي الاهلي، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان ناصر ماهر محتاج يسجل اهداف. النهارده بيسجل الهدف الاول ليه مع النادي الاهلي، فده التطور الواضح في ناصر ماهر. برده اجاييه عمل ماتش كويس جدا في حته التحركات، حتى لما نزل جناح في الشوط الثاني عمل مباراه كبيره. كان أفضل. ويمكن اكتر لاعب صنع فرص في المباراه كلها هو جونيور اجاييه، عامل 3 فرص، فده رقم برضه. القطعه بتاعت جيرالدو من ناحيه اليمين والباس اللي بيلعبه، فده بياكد ان اجاييه لا كان برضه جماعيه. اجاييه في المباراه دي من ضمن المكاسب. برضه رمضان لعيب مهاري قوي، مهاره رمضان يمكن هو اكتر لاعب عامل مراوغات. جيرالدو والتغيير اللي عملها، لعيب فعال ولعيب مؤثر. يعني نقدر نقول فعاليه جيرالدو النهارده بتظهر لما بينزل دايما الشوط الثاني بيقلب المباراه. يمكن ده الماتش الرابع ينزل فيه كبديل. جيرالدو صفقه كويسه جدا، وزي ما كابتن اسامه قال يمكن هو احنا خسرناه طبعا عشان في دوري ابطال افريقيا، كان نتمنى ان هو يبقى معانا، ولكن لعيب مؤثر قوي، لعيب مهاري بيجيب فاولات كتير جدا حوالين الاجنحه، بيعمل عرضيات خطره جدا، بيلعب ناحيه اليمين ماشي، ناحيه الشمال ماشي. مكسب كبير جدا جيرالدو، برده ده من ضمن المكاسب. وبرده معلول بيستمر في التالق بعرضياته، عامل 11 عرضيه رقم كبير جدا. الماتش اللي فات 12، اللي قبله 13، بيعدي 10 عرضيات في الماتش، ده رقم دليل ان هو بيوصل لاخر الخط كتير جدا، بيعمل عرضيات ضربات ثابته، مفتاح لعب مهم جدا علي معلول. بالتاكيد الفوز النهارده انا شايف فيه ده الفوز ان شاء الله اللي هيخلي النادي الاهلي ياخد الدوري. الفوز بتاع النهارده ان شاء الله الفوز الثامن ان شاء الله، الفوز الثامن على التوالي، بتعمل كامباك، دي شخصيه بطل يعني فريده بصراحه. بصراحه يحسب لمجلس الاداره ويحسب للجهاز الفني التحول اللي حصل في البدايه. كانت الفرقه تحس ان هي مش تقيله،
تحس ان الفرقه في يعني في مباراه الترجي كان في بعض اللعيبه تحس ان دي مش شخصيه النادي الاهلي. لا، النهارده النادي الاهلي بيفوز الفوز بالصفقات الجديده، بالتدعيمات، بالمدير الفني الجديد، بمدرب الاحمال البدنيه الجديد، بالجهاز المعاون كله. لا، في 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 تغير، في شكل جديد تماما. اللعيبه تقلت ماشي الطريق الصح. ان انت تبقى متاخر بهدف، وان انت لسه ده دي شخصيه النادي الاهلي، ان انت خلاص هيجي الجون في الدقيقه 75، الدقيقه 76، الدقيقه 80، الدقيقه 90، لا هيجي الجون. فدي روح وشخصيه النادي الاهلي، وده الفرق ما بين اي نادي، يعني ما بين اي نادي في مصر والنادي الاهلي، هي الروح وشخصيه النادي الاهلي الموجوده. تمام.